دي انا كنا بنلعب كاس عالم في البرتغال لمنتخب الشباب. طب تعالى كابتن، يعني معانا تليفون مع واحد من نجوم نادي الزمالك. طبعا يعني هنقول الو الاول نرحب بيه وبعد كده اكيد هتعرفوه من صوته. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ عرفتوا مين ولا لسه؟ كابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك دينامو نادي فاينل روتردام. يا كابتن هيثم برحب بيك. كابتن هيثم على قناه الاهلي، ويعني دايما بنرحب بيك في بيتك، وكابتن تامر موجود في بيته، ويعني دعوه لنبذه التعصب في فقره بكل روح رياضيه. يا كابتن هيثم دي حاجه جميله جدا والله يا عمر. اولا بسلم على الكابتن تامر عبد الحميد، زميل وعشره عمر، 33 سنه. انا اعرف تامر من 86 لما لعبنا كاس العالم للناشئين بقى، وبعد كده الشباب ومنتخب اولمبي، عشره عمر. حبيبي يا كابتن هيثم، منور الدنيا كلها والله. حبيبي يا تامر، ربنا يبارك لك يا حبيبي. وسلام طبعا كابتن احمد بلال، يعني انت جبت اثنين من اعظم اللعيبه في مصر في الروح الرياضيه وفي التاريخ وفي الاخلاق وفي البطولات كمان. الله يخليك. لا يا كابتن هيثم، ربنا يكرمك يا رب، كل سنه وانت طيب، وان شاء الله تكون دايما بخير يعني، ونورنا هنا في قناه الاهلي اكيد يعني. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب ان شاء الله. يعني كابتن هيثم حضرتك مش واحد غريب على قناه الاهلي، دايما بيت حضرتك وبتكون موجود معايا وبنتكلم في الكره العالميه بشكل عام، لكن النهارده هنتكلم على الاهلي وزمالك، وحضرتك موجود معانا عشان نتكلم على الروح الرياضيه ما بين الفريقين، وبنتكلم على نبذ التعصب اللي موجود دايما ما بين الجمهور في الفتره الاخيره، والشحن اللي حضرتك شايفه. راي حضرتك ايه في اللي بيحصل، وشايف مباراه القمه هتبقى ماشيه ازاي؟ طبعا الاجواء والمناخ مطره، بعد كده المباراه كانت هتتاجل، بعد كده هتتلعب خلاص، لكن عدم وجود جمهور ايضا بيؤثر على مباراه القمه، مفيش كلام. بالظبط زي ما انت قلت كده عمر، يعني الدوري المصري كان اقوى دوري في المنطقه العربيه وكله عارف كده. انا شايف ان البساط بيتسحب يعني رايدا رايدا، شفنا الدوري السعودي عامل ازاي، الدوريات في الخليج، الدوري التونسي، الدوري المغربي، كنا بنمتاز بالحضور الجماهيري المكثف. دلوقتي يمكن عشان ظروف البلد، اوكي كلنا بنحب بلدنا وهي، ولكن فنيا بقى اعتقد ان قمه الاهلي والزمالك في المنطقة العربية. يكفي ان انا اقول النهارده في ماتش النهارده فرقتين في تقريبا 12 13 لاعب كانوا في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018. مظبوط. ما بين لعيبة أساسية ولعيبة احتياطي، يعني لو اتكلمنا عن النادي الأهلي في الشناوي، في أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، أحمد مروان محسن. الناحية الثانية في نادي الزمالك في الونش كان مع السكواد، نفس الشيء بالنسبة طارق حامد، جاز فرجاني ساسي، طارق حامد، طيب كهربا، فمفروض يعني مستوى توب ليفل، كان مع كاس عالم اعلى مستوى في الدنيا كلها. ويمكن انا شايف ان المباراه بعيد عن الشد العصبي والموجود على السوشيال ميديا، فنيا هيكون مستواها راقي، لان الفرقتين هيلعبوا على المكسب. اتمنى ان شاء الله المبادره اللي انتوا بتناشدوا بيها الروح الرياضيه ونبذ التعصب، المباراه تخرج بشكل عشان يبين الوجه الطيب للرياضه في مصر بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه. وفنيا اتمنى ان شاء الله ان انا اتمتع بالمباراه، لان احنا من صغرنا عايشين على مباريات الاهلي والزمالك ومباريات القمه، فان شاء الله الافضل يفوز باذن الله. كابتن هيثم بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه النادي الاهلي، وزي ما يعني كابتن هيثم طبعا بيتكلم معانا وفي نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه كابتن تامر.